الله اكبر عليك يا بشار، هاي الدمار هون البناية اكلت اكثر من 10 قذائف. فرج يا اخي، هاي بيوت مدنيين لسه مو مسكونة، شلون بدهم يجوا عليها اصحابنا ويسكنوها؟ هي يصلح حضرتك يا بشار. ريف الله دمشق اكبر بلدة عليك. بيت سحم 16/12/2012. هاي المحل التجارية. هاي المحلات كلها خربوها. لا حول ولا قوة إلا بالله، تتعرض البلدة لحصار دائم منذ 22 يوم مع القصف المستمر. الله أكبر عليك يا بشار.